انت بتفيدنا جميعا، فهمت؟ اي يمكن تبكيك يا صديقي يعني. ان بكيتنا فاحنا في برنامج واقعي يعني، فهذا من الواقعيه يعني. طيب بقول لك قصه تعتبر من اقرب الى قلبي ومن الاشياء المؤثره. طبعا هذا احد الاشخاص قدر الله سبحانه وتعالى عليه بعد ما تخرج ان يكمل، الله يطول بعمرك يا خادي، بس قطعت علينا الحوار الثقافي المميز جدا باداره ماجد الرشيد ولعد تشوفك عيني. تفضل. ايوه اي، فهذا الرجل بعد ما تخرج من المرحله الثانويه اي اسلم اي اي مالك. ايوه شنو قال؟ بس كمل. كانت هو بس كان باص، كان هو من تحت الطاوله ما قدرت اطالع. ايوه الطول شويه. ايوه اسلم. فالرجل هذا بعد ما تخرج من المرحله الثانويه قدر الله سبحانه وتعالى ان 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 يكمل طريقه بصوره مختلفة وفيها وجه يعني صراحة. فيوم انت خرجت توجه الى المملكة الأردنية الهاشمية، نوجه له التحية مع اهلها بالكامل ونعم. فيوم وصل هناك بدا حياته الجامعية في اول يوم دراسي، يجمعون كل اصحاب الدفعة والاشخاص اللي معاه يعني، فسقطت عينه في وجه شو اقول لك يعني، خلق ربي ملامح وجهك تذكر عبادة عن نعيم الحور في الجنة اقل ما يقال. الله فتعلق بشكل ما يعلم فيه الا الله، ورجل شروا من عندكم ما يعرف درب النوافذ لا جاء للعرب جاء من بيبان. يا سلام. اي فيوم من قرب سلام السلام انت موجوده معنا في هذا؟ قالت اي بالله موجوده. قال والله بنت ان شاء الله ان نكمل على في الجامعه هذه وطريقنا صحيح في التخصص وامورنا طيبه. انا والله العظيم قد يكون كلامي يعني بسرعه، لكن ودي انشد عن امور عامه، فانشد عن الامور اللي تخص الشخص اللي بيتزوج. واخونا جميل يعني رجل متزوج اعلم بهذا الامر. ما في رابط صح؟ لا ما عليه. ايوه نتجاوز الامر حق جميل. فالموضوع ما في ترى من الجمال القصص انك تشرك الناس الموجودين. اي اكيد ما فيها شيء. اذا وصل على النقطه هذه بمتابعتي له خمسة ايام فاتت. ايوه اذا وصل النقطه هو ناسي يشيل الجزء الباطن. لا بالله لا بالله انا ما يبدا يتذكر او الان يبدا يتذكر كذا لف على جنب هو يعني عشان بس وقت يتذكر. لا يمكن عبد المحسن نقطتك ذهبيه بس في غير محل. لا حبي ماشي جميل. الفكره ما فيها لان كنت ادخل كوميدي بس بس اللي صار انه نشهد على الاشياء اللي تمك متزوج، لكن يعني كان رد البنت شوي جاف بحكم انه ما حد يجي بالشكل هذا. قالت يا ابن الحلال انا توني ما صار لي يوم اعرفك، والاسئله هذه توقعتها اني ناشدها لغرض عام يعني للدراسه. فقال خير ان شاء الله ورجع. يوم رجع بيته وقع الامر في نفسه يعني كان استضاق او امر، وفعلا يعني ان البنت جذبتها بشكل كبير. وهو رجل مثل ما قلت لكم رجال يمشي في الدرب. مرت تقريبا ثلاث ايام والفكر ما زال. جاء البنت مره ثانيه قال يا بنت الحلال والله العظيم ان الامر في بالي، فلو سمحتي خليني حتى ترق من الشايب قوم انت كلم ابوك تواصل مع ابو يابا ترى الناس من العرب وعلومهم غانمه ولا عليهم خلاف. قال ابد تم، وانا قاعد اربع سنين في الديره فانكتب الله خيرا على خير. قال تم. قوم انت يا ابو ارفع السماعه ترى احنا طلابين قرب وما الى ذا بالطريقه اللي هم يعني متعودين عليها. حلو. يعني يمكن تختلف عننا احنا شوي بس بالطريقه اللي هم متعودين عليها. حلو. جميل جدا. فقال خير خير ان شاء الله والله يكتب خير. يقول يا ولد جيت ثاني يوم البنت نفسها ما هي موجوده. يا ولد واربع ايام تقريبا على نفس الحاله ما لها اي ظهور ابدا. يقول فانا انصدمت يعني اربع ايام ما جت، وبعد المكالمه اكيد انه صار شيء. مالكم في الطويله يمر اسبوع كامل. يقول احنا كنا ناخذ وندرس الا البنت داخله ما سولفت معي بحرف. فانا يعني الاسبوع كامل يا ولد افكار فكره تجيبني وتردني طبيعي. بس فجيت بعد ما طلع سلام عسى ما شر الله يكون. قالت ان كان لي قدر من عندك او انت يعني رجل تملك خصال الرجوله الموضوع انتهى. ليه ما ليه؟ قالت ابوي يعني عامل لي معامله ثانيه، اعتقد انه في شيء وما الى ذلك بطريقه مختلفه ودو. فيقول وقع في نفسي الحزن انه يعني ليه هذا الشيء. فانا كنت باني احلام لو ان الفتره قصيره، لكن ترى في ناس قلوبها تحب وتتعلق بسرعة. صحيح. فبعدها يقول سبحان الله بديت وراها بيوم دومت مو موجودة. قلت بتجي بعد يومين ثلاث. مالكم في الطويلة عدة ترم كامل البنت ما هي موجودة. إلين ما أنا أنشغل بالي حاولت أتصل على أبوها ما جاني أي رد. يعني فقط بتنشد أبي طريق لها. يقول تخرجت من هذاك اليوم ما أدري البنت وين راحت، و
عاد انا كتبت ابيات على هالموقف بعد ما هو ارسل لي اياها بشخصه يعني. فيقول يا بعيد مر من عمري وخلاني لحالي في الدروب اللي من اول كانت في قربه رحيبه. كنت اخبي كل ضيقه ضيقه صدر شمالي ما فضحني الا صوته. يوم هجهر في نحيبه انت خالد في ضميري وانت باقي راس مالي وانت اعظم ما عطله في الحياه المستريبه. يا نصيبي في الحياه وكل باقي ما بقالي من يعوض قلبي اللي ضاع من بعدك. نصيبه طالبك لمر صوتي تسمع لضيقه سؤالي ليه صارت كل حاجه من بعد صدك كيف. سلام صح الله لسانك والله وانا من الناس اللي احب شعرهم جدا ممكن يا استاذ ماجد تفضل. اي تفضل وجه السؤال.